السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على أحلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ وأهلا بكم من جديد وفيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض عن طريقة عمل الخرز الكريستال. زي ما انتم شايفين كده، احنا هنجمع طبعا، شايفين الخرز الكريستال ده عندنا نجفة عايزين نعملها، فان شاء الله هنجمع بقى ايه الخرز بتاع النجفة علشان نظبطها. زي ما انتم شايفين هتكون كل حكاية كده. طبعا مش هنكلف اي حاجة، كل الموضوع كله مش هنحتاج لا بنزة ولا هنحتاج اي حاجة خالص، الموضوع كله هيبقى من بايديا، مفيش حاجة تانية خالص. طبعا زي ما شايفين كل حاجه في ناحيه، ده الخرز بتاع النجف عندي، فقلت بقى ايه اصلحه بدل ما هي مركونه وكده، فانا قلت بقى ايه نعمله مع بعض كده. زي ما انتم شايفين هي كده الدبوس بتاع النجف، زي ما انتم شايفينه هنا في دبوسين اهوت، ده بنتاني كده، ده بنتاني كده، زي ما انتم شايفين الناحيه التانيه بدخلها طبعا فين، في الخرزاية المقابل ليها، واجمعها كده زي ما انتم شايفين اهوت. هجيب بقى تاني ايه، محتاجه كمان خرزه، الواحده من دي المفروض 4 خرزات زي ما انتم شايفين. برضو بجيب الجنب ده كده واحطه في الجنب ده كده، وكده يبقى جمعت اول واحده من الكريستال زي ما انتم شايفين اهوت كده. ده كله بقى هجمعه في النجفة. طبعا زي ما انتم شايفين كمية كبيرة جدا عاملة معايا، فانا بقى هركبها كلها زي ما انتم شايفين بالنظام ده كده، هظبط كل واحدة مع التانية اهوت من الركنة. طبعا كل الخرز حل من بعضه بقى، كل حاجة في ناحية كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اجمع كده زي ما انتم شايفين اهوت، هدخل كل اتنين مع بعض اهوت، دي كده 3 انا هجمع بقى كل الخرز ده كله مع بعضه، وهنرجع بقى نكمله ونشوف كده هنعمل مع بعض ايه. طبعا هنكمل بقى كل ده مع بعضه كله، وعن ايه هنظبطه كده زي ما انتم شايفين بكل واحده مع بعضها كده. طبعا زي ما انتم شايفين 4 خرزات من الكريستال، وطبعا هو هنشوف بقى مع بعض النجفه وهنركب مع بعض الاجزاء بتاعتها الناقصه كلها. طبعا انا عندي النجفه هنا في جزء متركب وفي جزء لا، هركب بقى مع بعض الجزء اللي فاضل، ويلا بينا بقى ايه نكمله مع بعض. دي بقى ايه النجفه اللي ناقص منها الكريستال، زي ما انتم شايفين انا بركب طبعا في الخروم دي، وزي ما انتم شايفين هركبها بالنظام ده كده اهو. طبعا دي ناقصه ياما اهيت، طبعا اللولات متشاله والحاجات دي كلها اهيت زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى ايه نركب، انا بس عايزه اعدلها لكم عشان زي بقى ما حضراتكم شايفين احنا كده ركبنا نص جزئيه اهيت. طبعا بندخلها في الخروم اللي شايفينها ديت اهوت، زي ما انتم شايفين انا ركبت واحده فاضل. طبعا هنركب الجزئيه ديت اهيت، زي ما انتم شايفين الفراغات اللي فيها مش كتير. طبعا النجفه دي انا مش عايزه اقول لكم هي مش جديده على فكره، دي نجفه قديمه يعني، بس كانت مركونه من زمان، فقلت بقى ايه اطلعها كده واظبطها بدل ما هي مركونه وكده. زي ما انتم شايفين اهوت هركب بقى الجزئيه دي كده، هركبها اهيت في الخروم اللي انتم شايفينها دي، وبعدين بقفل كده اهوت اللي بعدها
بركب في الخرم اللي بعدها اهوت اهوت، ومسة التانية اهي. طبعا اي جزئية بلاقيها قدامي فاضية بملاها كده. وبعدين اصلا النجفة ديت كان شكلها جميل جدا جدا زي ما انت شايف، بس الخرز لما وقع منها فخلى منظرها يعني مش لطيف. فانا بقى غسلت الخرز ده كله، ده اسمه طبعا كريستال. رجعته تاني زي ما كان اهوت، زي ما انتوا شايفين بركبها هي، وهركب بقى لها اللونات وهركب لها كل حاجه، اي فراغات من دي فاضيه هنملاها، ونخلص بقى ايه النجفه. هنكمل بقى الاجزاء كلها كده بنفس الطريقه، ونرجع بقى نشوف ايه النجفه بعد ما نخلصها، بعد ما نخلصها وكده. وكده زي ما انتوا شايفين طبعا النجفه بعد ما تركبت اهيت، شايفين شكلها منظرها جميل جدا. طبعا النجف ده حساس جدا، يعني النجفه دي كانت مركونه عندي، فمن كتر الركنه كان الكريستال كله وقع منها زي ما انتوا شايفين اهوت. انا طبعا الكريستال ده بقاله فتره كبيره، انا غسلته طبعا وركبته زي ما انتوا شايفين. هي نجفه عباره عن ادوار زي ما انتوا شايفين كده اهيت. وهنا طبعا مكان اللونب بيتحط لها ثلاث لندات جوه اهو، ادي واحده وادي الثانيه وادي الثالثه زي ما انتم شايفين كده، منظرها جميل جدا. طبعا انا مش عايزه اقول لكم طبعا وهي متعلقه حاجه تانية خالص غير كده، انا بس من مش عارفه اصورها وكده من الفيديو اهوت. طبعا هي عبارة عن ادوار زي ما انتوا شايفين. طبعا ادي دور، ادي كده دور، وادي دور، وادي دور، زي نظام وردة اهيت. طبعا الكريستال اهوت كل ده كان واقع على فكرة، فانا ركبته. انا عايزة اقول لكم المنظر جميل جدا وهي متركبة، صراحة حاجة تانية خالص اهوت. طبعا احنا ركبنا دول مع بعض وعرفنا ازاي بيتركبوا، سهلين جدا جدا. ده طبعا كريستال سهل التركيب كله بايديا، ما عملتش حاجه ببنزة ولا اي حاجه زي ما انتم شايفين اهو. اتمنى يكون الفكره عجبتكم، ويكون الطريقه بتاعت النجفه دي عجبتكم. ما طبعا لو عندكم اي نجفه في البيت مركونه استفيدوا بقى منها، واعملوا بيها كده ايه، ركبوها وظبطوها طبعا، ونعلقها طبعا عشان تدي منظر جميل في السقف. هندور بقى لو في اي حاجه ما تركبتش او اي حاجه تانية عايزه تتركب نركبها طبعا اهوت. دي كده من جواها منظرها جميل جدا جدا. هي طبعا النجفة ديت لونها ذهبي، انا عايزه اصورها لكم من كل الاجناب علشان تبقى باينه اهوت. طبعا شايفين المكان الخروم ديت اهوت، احنا ركبنا الكريستال ده كان واقع برضو، وكان فولو ده متفرط في الارض لانها بقالها فتره مركونه، ما حدش طبعا فكر فيها، وطبعا مركونه بقالها فتره. فانا حبيت بقى ايه استغل اشوفها كده ايه واعملها. كده النجفة هي بعد ما انا ركبتها طبعا اي حاجة كده عشان تشوفوا بس منظرها. زي ما انتم شايفين اهي، هي عبارة عن ادوار. طبعا انا لسه ما ركبتش اللون ليها اهو زي ما انتم شايفين هي، بس انا عايزة اوريكم منظرها، علقتها لكم على حاجة علشان بس منظرها يبان اهوت. ما تنسوش بقى يا حلوين تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان اي فيديو بنزله جديد يوصل لكم على طول وتشوفوه. وباي باي.